جيدا حمزة الأحمر في تنفيذ المخالفة. شلا يهتدي النجم للتسجيل. حمزة الأحمر والهدف، قلت إن شاء الله يهتدي للتسجيل، وسجل النجم الرساحلي الهدف الأول. الإمضاء لحمزة الأحمر اللي خذ مكانه منذ قليل، هدف سيكون حاسم في مشوار التأهل النجم للقاءات المجموعات. واضح النجم الساحلي يستحق الأسبقية من خلال مجهوده، من خلال البحث على تسجيل طيلة المباراة، واهتدى أثر كرة ثابتة، قلت إن شاء الله قبل التصويب، وفعلا سجل حمزة الأحمر اللي خذ مكانه وغلط أخيرا الحارس نتاع قديم. هدف مقابل صفر